البارحة يوم الخلايق نيامة بيحت من كثر البكاء كل مكنون قمت أتوجد له وانثر علامة من موج عيني دمعها كان مخزون البارحة يوم الخلايق نيامة بيحت من كثر البكاء كل مكنون قمت أتوجد له وانثر علامة من موج عيني دمعها كان مخزون ولي ونتن من سمعها ما ينام كني صويب بين الاضلاع مطعون في ساعة قل الرجا والمحامة في وقتها كل المخاليق يقفون اليتيم طلع خير من عيالنا يلا يا مروه يلا ولا تخليه يسبقك يبا حصانه سبوق حصانه سبوق وانت احصانك ما هو سبوك مير الخيل من الخيال باكر بالمباطحة اغلبه وتشوف ايه انشوف انشوف تفكر على الله انشوف واش ودك تساوي عشت أبوك عشت النمر عافية الحمد لله اللي عوضنا عن قبلان وعبد العزيز نمر قبلان أبوه الله يرحم ترابه كان وده يسميه نمر وعمه الشيخ سماه عبد العزيز إيه نوف اسمه النمر عبد العزيز إيه وأنا ما ناديه إلا نمر أذ بالله من الشيطان الرجيم
حلم ما هو زين. وش حلمت يا شيخ؟ حلمت اني كنت بالبرية قنص، وانه بواقين طلعوا لي من كل ناحية وطوني ودم يذبحوني، وما ادري من وين طلع لهم نمر هجم عليهم ونهزموا. والنمر وش سوى معك؟ لد علي ونكس. يا شيخ أصل الله يرزقنا بولد. ولد؟ إيه. وسميه نمر. وعسى يكون لك من اسمك نصيب يا ولدي. هاي النمر. باكر المباطحة وش بدك تساوي؟ حين يجي باكر يبا يفرجها الله. اسمع يا ولد. عونك يا بوي. باكر ودي اياك تبطح العيال كلهم، تفهم؟ ما احد منهم يقدر علي. ونمر يا ولد. ابطح وادوس على خشمه. عش يا بوي، نشمي، علي انك نشمي وينشد بيك الظهر بعد. ايوه يمه، هيك ودي اياك قد حالك. تدري يمه، ان بطحته ومرمخت خشومه بلا رد، غير ادب لك الزغروته. تعال يمه، تعال خلنا عشيك، تعال. اسمعوا يا عيال، ترى كلكم اخي وابن اخي، كلكم اخوان وعيال عم. المباطحه هذه ما بيها زعل، بيه واحد يبطح هو الغالب، وبيه واحد ينبطح هو المغلوب. ما ودنا واحد ياذي الثاني. ها انتوا تعرفوا المباطحه وش هي. يلا، من هو اللي وده يباطح الاول؟ انا الاول. تعال هان شبلي، تعال قدام. خلي النمر الأول. أنت مثل ما قلت لك، وقف قدامه. وقف قدامه. ارفع شباطه وعباطه. يلا. 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 روح أشبلي هنا. وقف يا حمود بالنص. نمر، اقرب جاي. ما ودك تباطح؟ جبان، خايف. حمود، وش الكلام هذا؟ هاي نمر، يلا طير، وقف قباله. اشباط وعباط، اشبط وعبط، يلا. هاي صفر. يا عونك، شلون شفت المباطحة اليوم؟ النمر
الله يحرسه ويحماه لنخلن هالولد سود الليالي غير يصير الشيخ اللي ما بعده شيخ. هاي هذا النمر عبد العزيز. ارخص لي يا الشيخ. خير يا ابو حمود، وش بي؟ لله ما بي شيء، غير وراي اشغال. سلم عليكم. ليه خليته يبطحك ويمرغ خشومك بالارض؟ غرز رجوله في الارض يبا. وليه ما غرست رجولك مثله وخليت رجولك مثل الاوتاد؟ ما ادري يابا شلون بطحني، ما ادري. سد اذنك وانقلع من وجهي. انقلع. عوذ. يا الربع، ترى الانباطة حنسويها لجل العيال تمرن، ما ندري الايام وش تخبيل. سمعت النمر؟ ميركلكم اخوان وعيال عم، ما اريدك ترفع خشومك على اخوياك وعيال عمك. لا يبا، ما ارفع خشومي على احد. عافية ولد. يا النمر، الي خاطر اعرف شلون بطحتوا. بالعقل يا عمي. شلون يا النمر؟ تركته لما تعب ورجوله صارت تهتز. عافية عافية ولد. الحافظ الله، يا الحافظ الله، خزات العيل عنك يا نمر. ما يصير، نمر ما هو عدونا. نمر عدوي، عدوي يصير عدوكم. صحيح، عدوك عدونا. نمر رفيقي وأنا ما أذي. يصير عدوي يا أخوافي. جاهز المقليع، نمر جاي يمنا. الضربة الأولى لي وأنا الثانية وأنا الثالثة. يا شيخ. خير يا ابو حمود. نمر قسم الرجول للعيال. عوذة، شلون هذه صارت؟ بالحجار. وانت تعرف يا شيخ عيالنا غاليين علينا. عيالكم غاليين عليكم، غاليين علي بعد. كل عيال القبيلة غاليين على الجميع. ليه يمه؟ ليه يا نمر؟ ليه؟ هم اللي تعدوا علي يمه. تحكي الصحيح يا نمر. ما اكذب يا عمه. نمر تعال. عونك. شلون تعتدي على عيال عمك؟ انا ما اعتديت على حد، هم اللي تعدوا علي وانا رديتهم. ايش لون هاي؟ هم يعتدون عليك وتنقسم رجولهم وانت ما بيك خلاف. انا ما اكذب. ملعون انك تكذب. ينقطع لسان كل واحد يكذب. هم اللي تعدوا علي بالمقاليع، حمود وعلي وشبلي وضافي كان بعيد. هم تعدوا عليك بالمقاليع وما يصير بيك شيء وتتقسم رجولهم. ضافي، وش اللي صار؟ يلا هداك يا شيخ، ودك تسمع من عيل صغير؟ العيل يوم من يلد ويشوف الدنيا ينحسب رجل على القبيل، وبعد خلهم يتعودون مقاعد رجال ويتعلمون. وش يتعلمون يا طويل العمر؟ يتعلمون الصواب من الخطأ. حمود. نعم يا شيخ. هذا ابوك يسمع، وش اللي صار؟ نمر غدر بينا ورمانا بالحجار. وش قولك يا نمر؟ يا وجوه الخير يا شيخ بركات، يشهد الله اني مجذب وبعون الله مجذب ابد.
أنا ما تعديت على أحد، هم اللي تعدوا علي، ولو ردت أذيهم كان صوبتهم بروسهم بدل رجولهم. وافي أنت عاقل وفهيم، شفت اللي صار؟ إيه شفت كل شيء صار. وش اللي صار؟ محمود كان حرشنا على نمر، أنا وشبلي وعلي. وبعد؟ بعدين ضربوه بالحجرة وكان النمر يتفاداه. عشت أبو. يبا حب على راس ولد عمك تصالح. يبا لجل انه يتيم صالح. وش ذنب العيل؟ وش ذنبه؟ يوم من الله خذه ودعت ابوه. هذا اللي كان خايف منه الشيخ بركات، انه يقولون عنه يتيم. مير ما تيجي منك يا صالح، يا حيف عليك يا ابو حمود. مصلح روح تريح. حاضر يا عم. خير يا شيخ. صالح ترى انا ما قبلت ارد عليك قدام رجال. طال عمرك ما انا خابر بي شيء. الهرج اللي سمعته منك. اي هرج؟ انت تدري يا تهرج ان سمعته منك مرة ثانية والله بعالي سماه غير تلقى مني اللي ما يريك، تفهم؟ انا خطيت واعتبر هزلت لسان. نمر ما هو ولد اخوك؟ ما هو من دمك والحمك؟ يا حيف عليك. روح لبيتك امشي. استغفر الله العظيم. شو اسمك؟ ولا تسأل. لا يعني حابب اعرف ايش اسمك لانه انا كامل من القدس. طيب. وهي الست كريستين من فرنسا، ايش اسمك؟ هلا بيكم من ملفاكم لملقاكم. تفضل على بيت الشيخ رعية هناك البيت الكبير. وشو اسمك؟ انا نمر العدوان، ولد الشيخ بركات العدوان. الله محيك، يلا سلام عليكم. نمر. مصلح صب قهوة أبوي. يا هلا بالضيوف، يا هلا بالقدس وأهلها. كلم هلا يا شيخ. عشت. تعرف العوايد؟ الست كريستين زارت المنطقة أكثر من مرة يا شيخ بركات. وي. بتقول لك صح. ما علمتنا. وش بلادها يا خي؟ فرنسا. الست كريستين فرنسية، ودائما هي وزملائها بتزور المنطقة سياحيا، يعني بحبوا يزوروها سياحيا، وحبوا هاي المرة يزوروا منطقتكم. يا هلا بيكم الجميع، يا هلا ومرحب. أنا اللي قاهرني وسطحني شلون حرمة؟ حرمة وتدور بالبلاد مع رجال؟ ومو بس هيج مفرعة أقهرها بالله، ما تستحي. أي فهمت عليك، لكن أقول لك خير، وش اللي دزها على ديار البدو؟
الست كريستين جاي تعمل كتاب عن حياة البدو والآثار يا شيخ بركات. تعرف القراية والكتابة؟ هم متعلمين. وانت بعد تعرف القراية والكتابة؟ احنا بالقدس بنتعلم بالمدارس. نمر اكل يكون تفا بتقول لك نمر وين بتعلم؟ وين يتعلم؟ يعني بتعلم بأي مدرسة؟ حنا لا عندنا مدارس ولا غيرها. ليش؟ تحكي بدوي؟ شوي شوي. مش كتير يعني شوي شوي يا شيخ بركات. لا عاد أقول لك اللي بدوي يتعلم ركوب الخيل والقميص. باردو شيخ، نمر لازم روح مدرسة مشان يتعلم يعرف أكتر. ما عندنا مدارس ولا خطيب، وش نساوي العال؟ نمر لازم روح مدرسة قدس. أنا أحب العلم وأحفظ الشعر بعد. وأنا بحب أسمع شعر أنت، احكي. البوق بين القوم شمت العدا، ويجعل حريم القوم فرع النوادب. الحيد بالشدات ما يكثر الرغى، وما يجعل الهفوات تغدي حرايب. عافية النمر، وشلون حفظت الشعر هذا؟ اللي اسمه أحفظ يبا. عافية أبوي عافية. يا شيخ بركات، الست كريستين بتستأذنك يعني بدها تروح تزور عراق الأمير. هاوش عليه، أدز معك ورفق بعد. وبتستأذنك يا شيخ بركات إنك ترافقنا يعني علشان حمايتك. علمها يا المدني، قولها أنتم بحماية العدوى. مرسي شيخ. أسكو نمر بوالي أفك نو؟ بتقول لك يا شيخ يعني بعد إذنك ممكن نمر يرافينا؟ حضر نمر يسمع، وش رأيك يا ولدي؟ وش علي يبا؟ أرافقكم. وانت يا صفا تمشي معنا. تبشر يا شيخ. مرسي شيخ. كامل. بوكوا انا بريباري 5 موتون سي ترو. يا شيخ الست كريستين يعني مستغربه، ذبحتوا 5 خرفان يعني لكل واحد فينا خروف كتير. يا لاقي خير اللي بدوي كرم الضيف لو ما حيلته شيء، وحنا ما نقصر بواجبكم ان شاء الله. مرسي بيان شيخ. مرسي. تشكرك كتير. حرمة بين رجال يا سواد الوجه، والله ما صارت بين العربان كلها. يا بنت الحلال يا بنت الحلال، هذول جانب ولا جانب، مهم مثلنا ما عندهم بيها شيء. وقال ايش الحرمة ودها تاخذ نمر يتعلم بالمدارس بالقدس. يتعلم؟ وش وده يتعلم؟ القراية والكتابة. ايه يا قوم، مع عمر خطيب قوم سوه نفيلة. إيه لكن عاد بركات ما وافق، ما وده العربان تمهزر على العيل. شكرا مدام. تسلمي. يا زين شعرها، ليه ما تغطي راسها؟ هذول الحريم ما يغطن روسهن مع المتعودات. عراق الأمير بنوها الرومان يا نمر. ومن هم الرومان؟ الرومان أجانب اجوا من أوروبا واستولوا على بلادنا وغزوها وبنوا القلاع والحصون. لا غزو، هذا تاريخ يا نمر. تاريخ؟ وين نمر؟ تاريخ يا نمر، بكرة رايح تتعلم الجغرافيا والتاريخ. والشعر بعد؟ والشعر بعد يا نمر. وين نمر؟ انت لازم روح مدرسة بعدين اعرف كل اشي كل اشي كل اشي. طبعا رايح تعرف الجغرافيا والتاريخ. ايه وانت عارف كل شيء. كل شيء بس اول لازم اروح مدرسة بعدين اعرف كل شيء. يا بركات الصلاة على النبي، يلا هذا عقله كبير يسأل عن كل شيء، وده يعرف كل شيء. هذا النمر عبد العزيز. علينو علينو.
خامل. نعم يا شيخ. قول لك وياك نزل على الخيل ويحتم. خير شو في يا شيخ؟ صوب لك اقول لك علي في المدني. على فيت يتيلي شوفوه انت كم هان رستئسي متشارك الخاص ودك تنجب روحك ارمي سلاحك وخلك برضه بل عجل انزل هذا يتجرع على الشيخ بروكات العدوى يتعلم وشدنا بالعلام وين وده يتعلم بالقدس بالقدس وده تاخذه مني وبعد معك ما اريد اسمع حسك ها ما هقيت انك توافق يا شيخ انا ما كنت ودي اوافق لكن حين سمعت هرجه المدني لقيته لصالح نبر ولصالح العربان كلها شلون يعيش مع الحضر؟ القدس مهي بعيدة وأنا زوره بين الحين والحين وتطمن عليه وما خليه يحتاج شيء ولدي يا شيخ وين ودك تودي؟ وين وده يروح؟ قلت القدس مهي بعيدة هوا هي مقرط العصا يا شيخ انت وعدتني ما تخلى عن نمر بعد وفاة قبلان الله يرحم تطلبني؟ ايه يا نور اطلبك من نفسك وانت تعرفين السواد زي ما يصير تظليني بروحك والعيل ما يصير يظل يتيمي بلي اب
انت ودك تتجوزني لاجل السوادي ولاجل العيل؟ قلت لك انا ما اريد العيل يضل بلي اب وانا ما جوت. انا ابوه ربي، يعني مثل ولدي اللي الله سبحانه وتعالى ما رزقني به، وانا ما فرط بولدك بلا. ما اريد ابد احد يقول عنه يتيم. تنطيني وعد؟ وش الوعد اللي بدك اياه؟ نمر، نمر يضل بحضني وما يفارقني. نمر ما يفارقك؟ النمر عبد العزيز ما يفارقنا ابد. وتنطيه حق ابوه؟ انطيك الوعد اللي بدك اياه. وما تخلف بوعدك؟ الشيخ ما يخلف الوعد، وانت تدرين زي الله سبحانه وتعالى ما رزقني الولد، هو ولدي ياخذ كل شيء وحبيب روحي بعد. تذكر وعدك يا الشيخ؟ ايه اذكر ومنسى. ليه ودك تبعده عني؟ لاجل صالح. اخاف الاجنبية تاخذه لبلادها، اخاف تاخذه وما اشوفه. ما تخافين، ووعدك انه يعود للديرة حين يخلص علامة. يا شيخ ما اقدر انتظر لحين يعاود، ما اقدر على فراقه. الله يهداك يا نوفا. اقلك اساليه ان كان مود العلام لا وديك لا للقدس ولا لغيره. غاروا عليك الحرمية؟ ابوي وعمي صفا ردوهم وربطوهم بالحبال. ولندني واجانب وايش ساووا؟ لطوا ورا الصخره. وكاد انك لطيت معهم. لا ما لطيت معهم. وايش سويت؟ ما سويت شيء. كاد انك خفت. اللي يمشي مع الشيخ بركاه ما يخاف ابد. صحيح ودك تعلم بالمدارس؟ انا ارخص لي يا ابوي. تصبح على خير. مع السلامة. ارجعت يا مزنة، لا تخلي الشيخ يدزه للقدس. الشيخ قال قول ما يتراجع عنه. الله يهداك يا نوف. ما ودك تشوفين ولدك اخير من العيال اللي بجيله؟ ها؟ وترى يا ضيوف، كل هذا اللي عديته لكم سواه نمر والعالو. ما شاء الله ما شاء الله. ها 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 الخير عند مطرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تعال هاني نمر، تعال اقعد اقعد. عندي عمو، عندي اقعد. برافو نمر. بتقول لك ممتاز يا نمر. يبا عوانك النمر. ودي بارودة. بارودة؟ لويش يا ولدي؟ ايه وش ودو بيها يعني؟ نمر ودو يصيد رانب. لا يا عمي انا ما صيد رانب. يا صالح، النمر اللي نوده يصيد يصيد غزلان. لا يا عم صفا. لعد وش ودك تصيد؟ حصينيات. ودي اصيد نمر. نمر يا ولدي؟ ايوة نمر اصيده واسلخ جلده وعلق راسه على واسطة البيت. يلا هداك يا ابن اخي، يلا هداك. اي قول غزال. حياة راسك يا عم، لصيد نمر وعلق راسه على واسطة البيت. زين، حين تعود من القدس تلاقي بارودتك جاهزة، واذا ما كنت ناوي تروح القدس انطيك البارودة الحين. لا يبا، اريد اروح القدس اتعلم. روح انت ريح يا مسعود. زين يا عم. المهم المهم باكر مع فشة الضو يمشون. راحه بلا رجعه ان شاء الله. ليت المفرعه تاخذ البلادها وتفكنا منه. اخوي انخبل، صابه اخبال بعقله. ما
خير انخذت ولد نبي خير وبركة. علامك يا نوفا نفسك لها عيونها ضيها تاج بس تاخذ ولادي مني. معلي معلي يا خي معلي روحي حضري هدوم للنمر. يلا وين قلبي؟ يلا يا خي وين قلبي؟ حسرت عليك يا نوفا حسرت عليك. ترى يا ولدي إذا ما ودك تعلم بالقدس أنا ما غصبك. لا يبا ودي أتعلم. يا شيخ نمر راح يكون بعيوني راح أدير بالي عليه. تسلم ما تقص. لا تقلق يا شيخ بركات نمر راح يكون مثل أخوي الصغير. أول بدوي يتعلم ويعيش بين الحضر. يا خوف قلبي النمر باشر تنسى انك بدوي وتنسى سوادينا. ما انساها يبا. وكاد يا النمر غلطك يا شيخ ما انساها. جدة ها يا جدة. ها نان يا جدة. سلام عليك يا جدة. يا هلا يا هلا بالنمر يا هلا بالغالي. ليه ما انت بفراشك؟ جيت اودعك يا جدة. تودعني باكر الصبح بدي اسافر القدس. لا تطول الغيبه يا الغالي. بامان الله. بدك تمشي يا بعد عيني وتدشرني. القدس ما بعيده يما. لا تبكي يما ارجعش لا تبكي. ودعك يا عمي. راجل ابوك أريد أوصيك يا ولدي. الفهيم ما يحتاج وصاة. وصاتك فوق راسي يا أبوي. عهدك ما انسى النبدوي وما انسى سواديه. عمي نمر مثل ما انت فارس من فرسان العدوان ودي اياك بعد فارس بالمدينة. فارس بأخلاقك ونباهتك وتحترس على حالك. ودعتك الله يا أبوي. دعتك الله. سلم عليك.
كلامك يا حرمة، المتى ودك تظلين تندبي وتشوحي؟ ولدي ولدي يا مزنة، ولدك راح للعلام مو للغزو. يا ويل قلب عليه، يا ويل قلب عليه. علامك ينوف تنوح وتشوح ودموعها مثل المطر. هداك الله ينوف، هداك الله. العيل العيل يا شيخ، ولدك مو هو عيل اللي شاف سوايا يوم البواقين هجموا علينا، يقول عنه رجل، رجل قبلوان. يا ويل قلبي عليه، شلون ياكل؟ شلون ينام؟ شلون يعيش مع الحضر؟ لا تخافين عليه، وانا بعد شهرين ثلاثة اروح ازوره واتطمن عليه. اروح معك. وش بلاك يا حرمة؟ اقول لك انا اروح ازوره واتطمن عليه، وطمنك عليه بعد. مين ما ودي اشوف دموعك؟ لك سودينا الدنيا بوجهي. استغفر الله العظيم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا موسى. هاي غرفتك وهي زملائك يا نمر. سلم سلم على زميلك عبد الدائم من الخليل. موسى تقال من نابلس. سلمت. عرف نفسك يا نمر، عرف نفسك لزملائك. ها؟ عرف نفسك لزملائك. أنا نمر العدوان، ولد الشيخ بركات العدوان. وهداك تختك يا نمر. يا هلا بصفر. بالمهلي. علامك منت خواص. عسم أشهر. شفت فرسان ما هم من الديرة. يجوز إنهم تايهين. لا يا صالح. يوم أني أقبلت عليهم ودي أسألهم وش طلبتهم انكسوا. والتايه يسأل ما ينكس. تحكي الصحيح يا الربع، لزوم انت حذر. ومنو اللي يجرع العدوان؟ الحذر واجب، واللي غمض عيونه ترى يندم. صفا يعولك، نادي برجال وانشر الطلايع وسلح الرعيان. تبشر يا شيخ تبشر. المسوم قلت لك مش عاجبك الزاد، ما حد يعترض عليه. خير الله. ايش بتاكل ببيتكم؟ بديره ناكل اليكسم والله مرعاد. احب اللبن والجريش بس. حنا العربان نحمد الله على كل شيء يستاهل الحمد. تفضل. ابوي علمه حسيته بشيء؟ لا لا ما حسينا بشيء. زين ابوي ابوي تريح تريح ابوي يلا تريح. ليه سويت هيك يا صالح؟ يا صفا قلت له ما بي احد يتجرأ ويقرب العدوان. انت تعرف انه هالحظر واجب، لزوم ان نفتح عيوننا قبل قوم يغشونا. ما عليك، هذا انا قاعد عنده. بدك تنام بالحطة؟ حنا البدو ما نفرع. ليش ما تنام على السرير؟ الأرض خير من هذا. بدك تتعود. ما غير عادتي. وين ودك يا صالح؟ يا رجال فكنا منه. ودك ياني ظل سهران معك للصبح؟ النهار قرب يطلع وما بي شيء، ودي اعاود لبيتي. انا ما نمدشر المكان،
زيد خلك لعاب. Yeah.